موقع في اي بي صديقي هي افضل موقع بخصومات جامده على ويندوز 10 ويندوز 11 ومنتجات اوفيس وغيره من الالعاب. عندكم كود خصم اسكي دحم بينزل لك كمان مبلغ على كل منتجات المتجر. طرق الدفع واضحه، وبعد ما تشتري الكود بتلقاه في بروفايلك، بتاخذه بتروح لابدا وتكتب اكتيفيجن، راح يطلع لك هذا الخانه وتحط فيها الكود. مبروك عليك التفعيل. برضو ويندوز 11 عندهم في حال انك تبغاه على طول، ومنتجات اوفيس بجميع اشكالها والعاب. شيك الرابط تحت في الوصف. يعطيكم العافيه. مجهول الهوية. أنا شاري بي سي جاهز وشابكها بشاشة زي الزفت، البي سي علق إذا دخلت فورت يا أخي، أو مثلا لعبة فيها جرافيك عالي وماني عارف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشوف هذا طبيعي، البي سي فيه أشياء كثير علة، يعني ما أحد يشتكي من البي سي كذا اشتراه كان 100%، لازم سوى شيء عشان يضبط، فهمت؟ في شيء صار، في شيء غبي، الويندوز، الأعدادات، مليون عامل، والله ماني عارف إيش أقول لك. بس أفضل حل، أنت ما رصدت ولا تفاصيل، فأفضل حل إنك تروح لمتجري وتخش على الفني بالخدمة يصلح لك المشكلة حقت الفورتنايت، يسوي لك التويك، يضبط كل شيء. بالنسبة لأنه الشاشة زي الزفت تقول ممكن كان اختيارك خطأ، وفي عوامل ممكن انت ما تحط اعدادات، فافضل انك تخش اذا هي مثلا شاشة 240 هرتز مثلا، ادخل الفيديو كنترول بانل، حط الهرتزات صح 240، اختار، لازم تسوي هذا اعدادات، ما في شيء جاهز في البي سي، لازم انت تسوي. فانا شرحت ذي البلاوي كلها في مقطع ذاك عشان الناس تفهم انه البي سي ما هو تشتريه تشغله خلاص، انا العب على 240 هرتز 4K 2K كله جاهز في اللعبة، اعدادات جرافيكس كله جاهز، انا ادخل العب، لا تحط هرتزات وتحط ريزولوشن وتدخل اللعبة وتحط الريزولوشن وتحط الهرتزات مرة ثانية إذا في بعصة، وتحط الألترا وتحط الفل سكرين، إذا ما حطيتها فل سكرين فريمات قليل، تحط فل سكرين في اللعبة، كله راح يكون مبعوص، لازم تضبط. ايش اسوي لك؟ هذا هو البي سي، ما هو انا اللي اخترعته، هو كذا البي سي معفن. الكونسل انت لانك جاي من كونسل، انت عشان كذا جاي من كونسل، فتحس انه البي سي نفس الكونسل، انه كل شيء جاهز، في واحد سوى لك كل شيء، طق 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 العب. الكونسل كذا، هذه نعمه عندهم ترى، انت تحس انه شيء بايخ، لا والله انها نعمه. في ناس كثير ما يفهمها يا حبيبي، انت فاهم، في ناس كثير ما يفهم، فديسبلاي بورت ما ادري، لا عندهم منفذ واحد، طق خلصنا ألعب. هنا في مليون منفذ، أو يعني منفذين رئيسية، وإذا شبكت سلك ديسبلاي بورت 1.0 القديم، مدري اتش دي ماي القديم، ترى أنت ما جبت هرتزات وتشك في شاشتك، أنت في الأخير سلكك خايس، شاري سلك يمكن صيني، أنا ما أدري يا أخي، مليون عامل. شفت الاحتمالات، ترى لسه ما كملت، أقدر أقول لك أصدعك، هنا في احتمالات كثير أنت صايرة، يمكن ولا أخوك الصغير ما هو داري واشترى البي سي ذا ورك بعص حاجة، حتى الرام إذا أنت شبكته، شوف أقدر أكمل لك والله مليون شيء، الرام لو شبكته الأولى منفذها بعدين ما تركت فراغ وشبكته على طول، الله عيش دول مدري إيش وزون دول رام شبكت واحدة ساب بلو سكرين قرف، في مشاكل ايرور، لازم تشبكها صح، حبه فراغ حبه، في اشياء في عوامل غثيثه. انا افضل انك انت اذا شبكت شريت البي سي، المحل اللي شبكه لك تك 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 سوالك كل شيء، سوالك البيوس، الهرتزات، الرام، الاكس ام بي، العفن، المدري ايش اندر فولتج، اذا الرامات معالجات 14 فيها قرف، سوالك اندر فولتج، سوالك مدري ايش، في عيوب مصنعيه غثيثه غير المواضيع اللي قلتها. عموما بس يعني انت روح متجري، هو يشوف لك الوضع، يسرده، يحط لك تويك، ضبط يعني غالبا راح يضبط ان شاء الله، لانه يمكن هرجه سوفتويريه بايخه، وهذه فيلم ثاني، سوفتوير ما كملت لسه كلامي. فالبي سي مليان اشياء صراحه، هذا شيء حلو للناس اللي زيي وزيك، اذا انت ناس واحد يعني يعني تحب القرف ذا، تحب الاشياء تفاصيل، والله ابا ار تي اكس هنا الترا، اشياء 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 اشياء، ايوه انت فاهم انجليزي كمان، ينفع لي ينفع لك. اما شخص يا اخي مسكين يا اخي جاي من السوني 3 ما يعرف شيء يا حبيبي، تقعد تعلمه، ما راح يفضالك، ما راح يفضى، حتى لو تعلمه في اشياء كثير لسه وراك تعلمه، ما راح تخلص. فما ادري ايش اقول لك صراحه، شكلي راح اقص ذا الكليب كله واحطه مقطع يوتيوب، لانه في عالم يحسبوني اطبل للكونسل الجديد، لا والله ان السوني 5 انه اطلق، لانه دمج متعه البي سي بجرافيكس بجمال 120 هرتز اف او في، اشياء كثير جات بفله سوني 3 والايام اللي ما فيها غثا، تك العب، فدمج الاثنين. سوني 3 خايس سفلت فيه زمان، لانه فعلا يعني شيء يقهر، ما في ذاك الاشياء، ما في اشياء، كله يعني منتهي، فهمت؟ ما في ذاك الفله قدام البي سي. دحين لا، صار عندهم فله كثير، ماوس كيبورد دعمها اشياء كثير، مع فله انه كونسل تك العب، ما في اشياء، ما في اعدادات، ما في غثه.
فهي ما ادري شيء بشيء يعني، اذا انت شخص تحب العفن ذا والاشياء والاعدادات البي سي عادي بالتوفيق لك، استمتع فيه لا تزعل اذا صار لك شيء عادي، قول والله راح اصلحه، روح شوف مقطع يوتيوب كلهم زي كذا، لا احد يسوي لك فيها انه مسوي معلم البي سي كل شيء فاهمه، لازم في شيء ما راح تفهمه وراح تروح تشوف مقطع كيف صار هذا الشيء. بتلفيت 3 عندي في ويندوز 11 هنا ما هي راضيه تشتغل الى الان حبيبي، لعبه انا شاريها هذه المفروض تشتغل بي سي ما هي راضيه، ويندوز 11 ما يبغاها، يلا روح راجع شركه مايكروسوفت يعني اقصد روح شوف مقطع واحد سوى جلتش عشان يشغل بتلفيت 3 على ويندوز 11، ايش العفن هذا؟ سوني 5 لو اشتغل هنا دحين اجيب مثلا اشتري بتلفيت 3 لو موجوده في الستور طق لعبت اللعبة، يعني في ترى إيجابيات بنت يعني جامدة، ماني فاهم ليش يحسوك إنه سوني 5 مثلا والله إنه نعمة جامدة إنه بألفين ريال في كل ذي الأشياء تك، يا أخي في مزايا إيجابيات كلام فاضي، ما يهمني إني أنا ألعابي اللي في سوني 5 أقدر ألعب ما أقدر ألعب بتلفيت 3 مثلا لأنها على أجيال أقدم، يا أخي طز ما حد راح يلعب بتلفيت 3 هذا أنا بس. يا اخي ما حد راح يلعب يعني في البي سي العاب كراش، انت تحسسني ان انا دحين عندي كراش هنا وبيبسي مان والعاب قديمه او على اجيال قديمه في سوني 1 ما يقدرون يلعبون الا بسونيات، انا ما العبها كذابين هم بس هياط كذا انه احنا عندنا العاب قديمه قبل 1900 ولا ما حد يبغاها، يعني انا سوني 5 ما راح العب عليه كراش بنديكوت 1900 وايش الكلام الفاضي هذا، فراح العب العاب حديثه خلاص ما يهمني انا العاب قديمه عندنا في البي سي ما يهمني ما العبها انا والله كان فاضي ما حد يلعبه، نادر تلقى واحد بس بيتذكر ذكريات وطفاها التف اربعه وسط الجيم. فبس هذا الموضوع كله بوضحه، بالتوفيق لك يا غالي، شكرا لكم، السلام عليكم، هذا مقطع يوتيوب.